السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الخيري اليد العليا خير. في هذه السهرة سنتناول موضوعا بالغ الأهمية لا يقل أهمية عن كل المواضيع التي تطرقنا إليها طيلة الأعداد والحلقات السابقة، الجمعيات الخيرية بين الواقع والمأمول، الجمعيات الخيرية بين الواقع والطموح أيضا. دور الجمعيات اليوم في مجتمعنا وفي بلادنا، عن خصائص وملامح الجمعيات الخيرية في مجتمعنا سنتحدث أيضا، ما وزنها وما تأثيرها ومستوى تجذرها في المجتمع، ثم سنحاول أيضا إبراز واقع الحياة الجمعوية ونمط تشكلها وآفاق تطورها. إذن مشاهدينا الأعزاء، حديثنا في هذه السهرة سيكون عن الجمعيات الخيرية وعن أثرها وعن واقعها وعن آفاقها أيضا. باسمكم مشاهدينا الأعزاء أرحب بالأساتذة الأفاضل، بضيوفي الأكارم. أبدأ على يميني دكتورة صباح عياشي، أهلا وسهلا بك دكتورة، مديرة مخبر الأسرة والتنمية والوقاية من الانحراف والإجرام جامعة الجزائر الاثنين. أهلا وسهلا بك دكتورة، مرحبا بكم وشكرا على قبولكم للدعوة. الأستاذ عيسى بالأخضر، رئيس جمعية جزائر الخير، أهلا وسهلا بك جزيلا، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا بكم. أرحب أيضا بالدكتورة صباح مريوة، مختصة في القانون الدولي والجنائي جامعة البوليدة وناشطة جمعوية، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم دكتورة. أرحب بفضيلة الدكتور صحراوي غريب، أستاذ أصول الفقه بجامعة البويرة، أهلا وسهلا بك. مرحبا، شكرا لك. مرحبا بكم. لأننا ننطلق في هذه السهرة بإذن الله حول ضبط مفهوم الجمعيات الخيرية، ما معنى أو ما المقصود بالجمعيات الخيرية في طبعا في مجتمعنا، المصطلح المتداول في مجتمعنا. أبدأ معكم أستاذ عيسى، تفضل. شكرا جزيلا حسنا، فعلت حينما ننطلق من التوضيح المفاهيمي لجمعيات الخيرية في بلادنا. جمعياتنا الخيرية هي تلك الفسحة من الأمل، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، والأمل للضعفاء، للمحتاجين، للذين أحدثت بهم عواتي الدهر نقصا أو يعني كسرا في حياتهم الاجتماعية، سواء كان احتياجهم ماديا أو معنويا نفسيا أو اقتصاديا. الجمعيات الخيرية بعفويتها وعنفوانها هي قيمة مضافة لبلادنا، نسعد بوجودها، تواترها، تكاثرها، نتمنى ألا يتناقص هذا التكاثر أبدا. العمل الخيري أو الجمعيات الخيرية هي الزاوية التي تسد منها ثغرة المجتمع في نقصه في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، بل أيضا هي الزاوية التي ينمى من خلالها الرصيد القيمي، لأن مجتمعنا يعتمد على القوة القيمية أكثر من القوت المادي، لأنه سهل أن نجمع له مادة لحين من الزمن، ولكن إذا تحطمت وغابت القيم التضامن، التكافل، المحبة، العطف، الحنان، الصدقة، إذا غابت هذه القيم فهنا خطر كبير. الجمعيات في واقعنا نقصد بها جمعيات سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، وخاصة من مرحلة الانفتاح من التسعينيات عرفت الحركة الجمعوية الخيرية مرحلتين من الزمن. المرحلة الأولى ظهرت فيها جمعيات عديدة أحيانا ليس لها من بعد مؤسسي سوى الانطلاقة والرغبة في داخل النفس للمساهمة في عمل خير، سواء كان حملاتيا، مناسباتيا، دائما أو غير دائم. لكن المرحلة الثانية يعني بعد تجربة 20 سنة تقريبا 2012 صارت الجمعيات الخيرية لها الحد الأدنى من العمل. بطبيعة الحال حينما نتكلم عن عمل تطوعي اختياري يبادر به الشباب أو الكبار
في أقصى جنوبنا أو في شمالنا في المدن أو في الأرياف فإن ثمة مستويات كل عاقل ينبغي أن يدركها، فيه جمعيات بلغت تجربة نعتز بها ونفتخر بها في بلادنا، وفيها المتوسطة وفيها ما دون ذلك، وكثير ممن تعثر بهم التجربة حينما لممكن شهر أو لسانة ويصعب عليهم، لأن هذا العمل يحتاج الديمومة ويحتاج المرونة ويحتاج القوننة أو القوانين ويحتاج أنظمة داخلية ويحتاج التآلف ما بين المجموعة التي تسعد بلقاء بعضها البعض. كذلك أن الجمعية هذه تحتاج إلى المحيط والبيئة التي تنشأ فيها، فأحيانا البيئة تكون في هذا الظرف مواتية ومساعدة وحين تكون غير مساعدة، والبيئة الجزائرية لحظة الأزمات مساعدة جدا، المجتمع كله يهب للجمعية الخيرية فتتمنى كل الناس تعمل، لكن حينما يكون الرخاء تقريبا والاستقرار فالجمعيات من أجل أن تستمر تجد معاناة كبيرة جدا، كان الله في عون أصحابها. أمين. ونحن دائما نرجو أن لا نكون يعني فاعلين فقط في مجال ردة الفعل، وإنما يعني يكون هنالك تأسيس لهذا العمل. نعم. الخيري. تمام. هذه الحلقة بإذن الله سوف نكون بإذن الله وسطيين كمنهج قناة القرآن الكريم، لا نلوم الجمعيات لأنها كما ذكرتم هي إضافة مهمة جدا في مجتمعنا الجزائري، يعني جمعيات تساهم في فعل الخير وتساعد وتغيث إلى غير ذلك من مهامها، ولكن نحن نريد أن نرقى بهذه الجمعيات أكثر، نريد أن ننظم أكثر، نريد أن نكون في مستوى أعلى مما نحن عليه، وليس هنالك أبدا سقف لتحديد يعني حجم فعل الخير، كلنا نريد أن نكون أكثر في فعل الخيرات. دكتورة صباح، نتحدث معكم من الجانب القانوني أيضا، نتحدث عن واقع التأسيس في بلادنا اليوم، هل من السهل جدا أن تؤسس جمعية أو مؤسسة أو يعني في هذا في مجال الخير بالنسبة للقوانين وبالنسبة للشروط والضوابط؟ ما طبيعة هذه القوانين التي وضعت لتأسيس الجمعيات؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكرك على هذه الاستضافة الكريمة، ونشكرك كذلك على اختيار الموضوع الجمعيات الخيرية وطموحها وآمالها وأفاقها والتحديات التي تواجهها. سؤالك في الحقيقة مهم جدا فيما يخص الإطار القانوني للجمعيات. نقول لك أنه فيما يخص الإطار القانوني للجمعيات، الجمعيات الخيرية أو الجمعيات بصفة عامة جاءت وفق القانون 1206 في جونفي 2012 الذي جاء وعدل القانون والغى القانون 1989، وهذا هذا القانون 2012 جاء مواكبة لما يسمى بالربيع العربي والموجات الربيع العربي والآثار التي جاءت من هذا الحراك، وجاء هذا القانون لتنظيم وتأطير الجمعيات الخيرية وعدم خروجها عن الإطار المسموح له وفق القانون. فالقانون 1206 عرف الجمعيات الخيرية أنها كل نشاط يقوم به سواء شخص طبيعي أو شخص معنوي، وبشيء يشترط أن هذا النشاط يكون غير ربحي. والجمعيات الخيرية بمختلف أطيافها وبمختلف توجهاتها وأنواعها تختلف من الجانب التربوي إلى التعليمي إلى الديني وإلى الرياضي وصولا إلى الجانب الإنساني والخيري. فالجمعيات الخيرية وفق القانون 1206 جاء بإطار تنظيمي قانوني حدد ما عليها وما لها، وحدد كذلك ما يسمى بالمراقبة، وهذا هو الشيء الجديد في القانون 2012، وهو مراقبة الجمعيات الخيرية في نفقاتها وفي تسييرها وفي برامجها وفي يعني حتى في الموارد المالية. فالجمعيات الخيرية لا تحتاج في الحقيقة إلى النهوض بها عن طريق القوانين، فموجودة وفق التاريخ الإسلامي، يعني في الحقيقة أن الشخص أو الجزائري في روحه وفي إنسانيته ومحب الخير ويعني يعطي الخير بصفة دائمة. فالجمعيات الخيرية جاءت لتكرس هذا النوع من الخير على الأرض الواقع ولمواجهة المخاطر التي تواجه الفئات الضعيفة ودعمها سواء دعم مادي ودعم نفساني ودعم تربوي وفق القوانين وفق برامج سنوية تسطر ووفق مراقبة، سواء تكون مراقبة داخل الجمعية لما لا، لأنه عندنا أمين عام، عندنا رئيس لجنة إدارية، رئيس لجنة المالية، كل ما يدخل إيرادات ونفقات الجمعية كلها مسجلة في الدفاتر، وكل ما يخرج من مشاريع مسجلة وفق محاضر للجان، فهذه كلها تنظيمات تخلي أنه ترتقي بهذه الجمعيات وتوثق عامل المصداقية وعامل الثقة لدى المحسنين
مساهمين ومتبرعين، وكل شخص يود الانضمام إلى الجمعية الخيرية لابد أن يعرف الإطار القانوني والنظام القانوني للجمعية والإطار التنظيمي والقانوني للجمعيات بصفة عامة. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتورة. من الصباح إلى الصباح دكتورة وبروفيسور صباح عياشي. أتحدث لو نلقي نظرة صح تعبير فوقية على واقع أو على عدد يعني تواجد الجمعيات في مجتمعنا الجزائري، هل هو حقيقة كاف للحياة التي يعيشها المواطن الجزائري اليوم؟ أكيد نحن نعيش كغيرنا من مجتمعات مشكلات يومية، أرامل، يتامى، احتياجنا الكبير جدا إلى يعني إلى إصلاح ذات البين، إلى الكثير من هذه الأمور المهمة في المجتمع. هل عدد الجمعيات اليوم، وقد ذكرنا ممكن في حلقة ماضية العدد أظن أزيد من 4000 جمعية، هل هي كافية اليوم أم أننا نحتاج فعلا إلى تأسيس جمعيات حتى نستطيع أن نستوعب جل مشكلات المجتمعية؟ أولا أشكركم على هذه الاستضافة وتناولكم لمثل هذه المواضيع. وطبعا قناة القرآن الكريم هي لها يعني صيتها عند الجمهور الجزائري وخارج الجمهور الجزائري، فلما يعني ينعكس على بناء السلوك الاجتماعي. لما دمت نحن كمختصين في علم الاجتماع وخاصة في علم الاجتماع العائلي والعمل الاجتماعي، وفي نفس الوقت في المجال الثقافي، فنحن نرى أن الجمعيات هي يعني تلعب دور كبير جدا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي نفس الوقت في سد الثغرات الموجودة التي تكمل وظيفة الدولة الجزائرية وتكمل وظيفة المؤسسات الأخرى. فعملها عمل يعني طويل المدى، يتطلب طول النفس، يتطلب الإخلاص، يتطلب كسب ثقة الآخر، ويتطلب أيضا الاستمرارية، لأن أي مجهود أو أي عمل بدون استمرارية ويعني هذه القيم التي تغرس في السلوك التطوعي فإنها سوف تقف. وأيضا الهدف المشترك أو الاستراتيجية التي تبنيها هذه الجمعية مهما كان نوعها. فالجمعيات طبعا في الجزائر عندنا أكثر من 4000 جمعية، لكن في الآن نفسه هل السؤال أو الإشكال الذي ننطلق منه، هل هذه الجمعيات هي وفقا لما نلاحظه من ثغرات ومن يعني طلب المساعدة خاصة في المجال سد الحاجيات الضرورية للفئات الهشة ولمختلف، وخاصة يعني فئات مثل النساء، فيه نساء معنفات، فيه نساء يعني أرامل، فيه نساء يحتاجن إلى مساعدة، فيه أسر بكاملها تحتاج إلى مساعدة، في فئة الطفولة وما تحتاجه أيضا إلى نوع من الجمعيات المهتمة بالطفولة، فيه أيضا جمعيات تهتم بالمسنين وكبار السن، يعني كل الأنواع التي فيه جمعيات تهتم بالوقاية والعلاج من الآفات الاجتماعية بالنسبة للشباب. فالآن التوجه والإشكال المطروح، هل هذه الجمعيات عددها كاف لسد كل هذه الاحتياجات وهذه وتقدم مساعدات؟ أقول أنه لا زال بعد يعني، فيتطلب يعني توسيع، لأن الجزائر يعني فيها كم من مليون نسمة، والولايات الجزائر فيها 48 ولاية، فأيضا نجد على مستوى الأسر نجد كثير من الأسر في كل ولاية، فهل تقوم بسد هذه الحاجيات أم لا؟ أقول أنه ما زال بعد يعني يتطلب توسيع الجمعيات المتخصصة في مجالات معينة، كي لا يكون نفس الجمعية تقوم بكل شيء. نعم. إذا أردنا فعلا نقلة نوعية في ذلك. الشيء الثاني أنه الجمعيات كانت منذ القدم، إذا رجعنا إلى المسار التاريخي في المجتمع الجزائري نجد أنها كانت هناك جمعيات مؤسسة عرفيا، يعني
فيه قانون عرفي. الآن أصبحت تطور التاريخي والمسار التاريخي وتطور المجتمع الجزائري والتغيرات التي وقعت عليه أصبحت هناك جمعيات بقانون رسمي يعني تشريعي، فبموازاة طبعا مع الجمعيات التي لها قوانين شفوية أو عرفية. فهذه القوانين التشريعية هي يعني تناولت مفهوم الجمعية بصفة عامة والعمل التطوعي وعطت له أهمية كبرى، لكن ما زالت بعد يعني يجب أن تتماشى والتغيرات التي تطرأ. يعني فيه الآن فئة كبيرة من المتطوعين ولكن بدون عمل يدخلون في جمعيات، فيه مثلا هناك متطوعين ولهم يعني مكانة اجتماعية أو لهم يعني هم يعني موظفين في مختلف مؤسسات، ولكن هنا فيه الشباب يريدون أيضا أن يدخلون في هذه الجمعيات ولكن لا يوجد فيه تعريف بهذه الجمعيات المهتمة بانشغالاتهم وبما يريدون أن يقدموه لمساعدة للمجتمع. إذن هنا يتطلب منا جميعا أن تكون هناك شراكة اجتماعية بين المجتمع أو الجمعيات أو المجتمع الجمعيات كإحدى العناصر الأساسية في المجتمع المدني، وفي نفس الوقت الشراكة الاجتماعية بين المؤسسات الأخرى من هيئات وزارية ومن هيئات كنقول هيئات وزارية مثل مثلا وزارة التضامن، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية. يعني فيه يجب أن يكون هناك تنسيق لإحداث هذه التوازنات وسد كل ما هو المواطن الجزائري لكي نرقى بمواطنة مواطنة ناجحة للإنسان الجزائري، لأنه في دول متقدمة المواطنة أيضا تلعب فيها دور كبير الجمعيات المختلفة التي تهتم بفئات مختلفة. بارك الله فيك. نعم. شكرا جزيلا. إذن نحن بحاجة في مجتمعنا إلى مزيد من هذه الجمعيات لأن الأدوار كثيرة وكثيرة جدا. لعلنا معكم دكتور صحراوي نعدد أهم الأدوار التي يجب على هذه الجمعيات الخيرية، على يعني المؤسسات الخيرية أن تقوم بها في المجتمع، طبعا انطلاقا من دائما من شريعتنا الإسلامية. ما هي المجالات التي يمكن لهذه الجمعيات القيام بها؟ لأنه بعض الناس يحصرون في بعض الأحيان دور هذه الجمعيات في مهام ممكن يتتعدى بعض الأمور المادية فقط وينسون الكثير من المجالات، وشريعتنا أوسع من كل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا شاكر لك على هذه الدعوة، فقط أبدأ من عنوان هذه الحصة الجمعيات الخيرية بين الواقع والمأمول. طبعا الجمعيات الخيرية هي إشارة إلى الخير، الخير هنا وإن كان معرف لكن يتنوع، ونحن نقرأ في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا استعمله، قيل وما استعمله؟ قال يوفقه إلى فعل الخير ثم يقبضه عليه. لكن إضافة إلى ما ذكر الأستاذ عيسى، الجمعيات هي الخروج من نية الخير إلى فعل الخير، لأنه يعني كل مؤمن أو كل مسلم بل كل إنسان في الوجود، حتى في الغرب هناك فلسفات يعيشون بها، هذه الفلسفات دائما إذا كانت الفطرة سليمة تنزع إلى الخير، ولذلك الجمعية هي إخراج هذه النية إلى الواقع، هذا الذي أراه. لأنه الجمعيات في حد ذاتها ما هي؟ في تعريفي أنا اطلعت على آخر قانون، قانون 1206 والقانون السابق له يعني سنة 91 فيما أعتقد، أنه هذا القانون يقول جمعية واتفاق، اتفاق على فعل الخير، واتفاق بين أعضاء هذه الجمعية على فعل الخير، اتفاق غير ربحي لأنها مؤسسة غير ربحية كما جاء في هذا التعريف. لكن الذي أعجبني في هذا العنوان من حيث التنظير هو هذا التنظيم، لأن الجمعية حينما تفتح ينبغي أن يبين عنوانها ثم نشاطها ثم أهدافها. طبعا بيان الأهداف والنشاط والعنوان هذا له دلالته. نعود مرة أخرى إلى هذا العمل الخيري بين الواقع والمأمول. صحيح أن تبادر قناة القرآن إلى هذا العمل، عمل جبار،
لكن نتمنى كذلك أن تتكتل هذه الجمعيات لتدرس الواقع والمأمول في ملتقى هذا العنوان يرتقي إلى ملتقى ندرس فيه الواقع والمأمول، لأن دراسة الواقع هي من 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 شريعتنا. كان سيدنا عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فينبغي أن نزن أعمالنا. 4000 جمعية ليست بالعدد الهين. الأمر الثاني ثم نستشرف المستقبل، ولا يمكن أن نستشرف مستقبلنا إلا إذا درسنا واقعنا، ولذلك عنوان رائع لما نقول بين الواقع والمأمول. لكن دراسة الواقع تحتاج كذلك إلى دراسة واقع. لما نتكلم عن الجمعية بين الواقع ينبغي أن ندرس الواقع، هنا نتكلم عن الواقع بكل أطرافه. هل فعلا لنا ثقافة لأن نتنوع أو نتعدد؟ الأستاذة ذكرت شيء جميل، أستاذة صباح قالت جمعية تفعل كل الخير. أنا نقول لها بالعكس، ما عاينته في ولاية البليدة على التحديد كل الجمعيات تفعل نفس الخير. فرغم تعدد العناوين لكن دائما نلجأ إلى شيء واحد، هو هذا المعوز، هذه الأرملة، هذا الفقير، هذه الأيتام. إذن أين التعدد؟ أين التنوع؟ في تنوع العنوان وتنوع الموضوع وتنوع الأهداف، رغم أننا إذا جئنا إلى التنظير وجدنا هذا التنوع. الأمر الثاني، هل هذا المسؤول الذي يشرف على هذه الموافقة على تنشئة الجمعية هل فعلا يدرس الواقع؟ نحن في دولة بحجم قارة، هل واقعنا في الجنوب كواقعنا في الشمال؟ هل واقعنا في الشرق كواقعنا في الغرب؟ هل حاجة الجنوب إلى نوع معين من الخير كحاجة الشمال؟ تختلف هذه الحاجات، تحتاج هذا التنوع. هل فعلا حينما تقدم لنا ملفات الأعضاء ندرس تخصصاتهم حتى نناسب بين التخصصات وكذلك ذات الموضوع الذي يؤسس له في العمل الجمعوي؟ هذه كلها ترجع إلى ثقافة الواقع، فثقافة الواقع هي التي تبرز واقع المؤسسات للعمل الخيري. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نعم نعم، وهذا ما اسميته بالتأطير العلمي للجمعيات. نعم. لدراسة الواقع نتاعهم. نعم بارك الله فيك دكتورة، رغم ان الاستاذ يعني لم تجبني بدقة على السؤال الذي طرحته، وهو اهم المجالات خاصة من رؤية شرعية، اهم المجالات التي ينبغي، وقد ذكرتم بانه صحيح هي مشكل انه الكثير من الجمعيات يتخصصون في موضوع واحد، يتخصصون في ان صح التعبير مشكله واحده في المجتمع، في حين ان عمل الخير هو امر كبير جدا. لا، التوظيف، انا اجبتك في طيات كلامي. نعم. الخير غير محدد، الخير غير محدد، لكن نحن نود ان نتخصص، هذا الهدف، نحن نود ان نتخصص. نتكلمت عن جمعيات طبية لا يمثلها إلا الأطباء. نعم. مستحيل واحد يعني تخصص في هذا المجال. في هذا المجال. نعم. مثل جمعيات، تكلمت الأستاذة عن مديرية التربية، جمعيات تتكلم عن التلاميذ، تتكلم عن التصرف المدرسي، تتكلم عن إعادة هيكلة التلاميذ، هذه يفترض أن تكون من يشرف عليها الأساتذة. جمعية تتكلم عن أناس يبادرون في الخير، يفتشون في واقع الناس، يسهرون على أسرهم، أهل التخصص. الأستاذة في علم الاجتماع تتكلم عن أهل التخصص. نتكلم عن جمعيات قانونية ينبغي أن يكون لها أهل التخصص، لكن في هذا التداخل، التداخل موجود في فعل الخير. نتكلم مثلا كتجربتي في التنسيق، وأنا أمثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة في التنسيق مع كثير من الجمعيات. هناك جمعيات مثلا الآن أصبحت مبادرة إلى ما يسمى بحملة تبرع لجمع الدم لمصلحة المرضى، هذا جميل جدا يعني، مع أن الذي بادر إلى هذا الأمر هو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لكن هذا التنسيق مع العمل الجمعوي في جمع التبرع الذي يحتاجه أبناؤنا يوميا مع كثرة الحوادث وتزايدها وكذا، يعني شيء جميل جدا. مثلا نتكلم أحيانا عن جمعيات تتكلم عن الجانب الفكري، جمعيات الآن تدرس القرآن الكريم مثلا. نعم. جمعيات تعطي الإجازة في القرآن الكريم، جمعيات تشرف على التنمية البشرية، جمعيات تتكلم عن علوم حديثة، هذا علم السرعة الذهنية الآن. نعم. هذه الجمعيات تتباين، لكن لم نتخصص بعد، باغي التداخل في فعل الخير، لأنه هذا ناتج عن واقعنا الذي نعيشه. بارك الله فيك. في هذه الحلقة بإذن الله أرجو أن يصبر معنا أستاذ عيسى والدكتورة
طبعا أيضا سنستفزهم كثيرا في الإشكالات الموجودة اليوم في مجال العمل الخيري. طبعا لما ذكره دكتور مهم جدا كل هذا يعني المعطيات التي ذكرها وهي يعني واقع نعيشه حقيقة. ولكن أستاذ عيسى كإجابة للدكتور، هل يمكن أن نقول بأن هنالك مجالات نحن بحاجة ماسة وكبيرة جدا إليها، لذلك تعددت، استسمعك على الإجابة أستاذ، هو فرضية كما يسمى في الجامعة، يعني لذلك يعني الكثير من الجمعيات تخصصت اليوم في كف اليتيم لما ورد فيه من الأجر ولما يعني يتوفر عليه مجتمعنا اليوم من اليتامى إلى غير ذلك. هنالك الكثير من الجمعيات تخصصت في مساعدة الأرملة والفقراء والمرضى، وهذا ما اشتهر أو ما هو كثير جدا في المجتمع. نعم، كنت أنوي أن أتكلم عن جانب التفاؤل، أنا إنسان متفائل يعني اسمح لي، أردت أن أتكلم عن جانب التفاؤل عن جمعية الخير وما تقدمه في الجزاء الواقع. نعم. إذا سمحت يعني في ثلاثة أكيد لابد أن نتحدث عنه، لأنه كثير من الناس ليس لديهم الصورة الشاملة من واقع الاجتماعي. جمعية الخيرية الآن لو يعني بعملية بسيطة ليست دقيقة في الحسابات، بضعة مئات سيارات الإسعاف من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال تنقل المرضى إلى عواصم والمدن الكبرى، هذه الجمعيات الخيرية. فيه الآن شباب يعني آلاف، ربما نستطيع أن أقدر ربما بدون مبالغة أكثر من 3000 إلى 4000 شاب تزويج، يتم تزويج 100% الجمعية الخيرية. أيضا بالنسبة للجانب الصحي، التكفل بالعملية الكبرى وشاركة تشارك فيه المؤسسة الإعلامية ومنها قناة القرآن الكريم، أنه الآن الجمعية الخيرية هذه في كثير من العائلات وكثير من المعضلات وكثير من المرضى ومن المعاقين، يعني ما كان لهم أن يحلموا بالسعادة وعودة الأمل لهم إلا من خلال هذه الجمعية الخيرية. الآن الإصلاح ذات البين والخصومات الآن في ولايات عديدة، الجهد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وبمكانات البسيطة، فيه أناس أحيانا لا ينامون الليل، يبيتون من قرية إلى أخرى ومن دشرة إلى أخرى يحلوا المشكلات. فيه طلبة الآن يدخلون الجامعات لا يرام الناس، ولكن حفاظا على كرامتهم الجمعية الخيرية التي تعلن عنهم، تجد جمعية في حي معين من 80 إلى 100 إلى 150 طالب له ما يكفيه من أمور إعالة ولباس وغير ذلك، لا يعلم أحد تكفل بهم جمعيات خيرية. فيه مساكن تصلح يعني للذين يسكنون على ضفاف المدن بجهود جمعيات خيرية، تجي جمعية واحدة، أنا لا أذكر الجمعية هنا حتى لا أذكر واحدة وأترك الأخرى حتى ولو كانت جمعيتي. فيه جمعية تجد في حي معين 50 مسكن يرمم فيه ما يتجاوز يعني 100 مليون، فمعناه هذا خير كبير تقوم بهذه الجمعية الخيرية على بساطة جهودها والضعف الكفاءة الذي لا يزال يتنامى ببطء موجود في الجهد الصحي ربما رقم واحد، وفي الجهد المساعدة التضامنية بشكل موزي. هذا فقط بين قوسين أردت أن أشير إليه، هذه الصورة المشرقة ينبغي ألا نتجاهلها في مثل حلقة من هذه الحلقات، وخاصة تلك الصورة مثلا على سبيل المثال في رمضان حينما نجد بالآلاف شباب يترك من الجامعة وفترة امتحانات مثلا السنة الماضية، ولكن نجد يقطعون الطرقات لا تكاد تدخل مدينة واحد يمر بمدينة من المدن أو قرية من القرى إلا ويجد الإفطار. حينما ترى ذلك المشهد يصبح الجانب المادي فيه قليل مقارنة بهؤلاء الذين تركوا ديارهم وتركوا نعومة العيش وتركوا المنافسة على الرفاهية، ونحن في عصر الكمالية بامتياز، ولكنهم يفرحون ويتلذذون العمل حينما يقدمون لقمة ويوقفون الناس ويفرشون لهم. أنا حينما أرى الصورة في أدرار وبشار والبيض وورقلة نجدهم يعني خارج مدنهم يقفون أمام الحافلات التي تقطع الشمال والجنوب في الإفطار والسحر، فأشعر بهذه الكتلة الجمالية من شبابنا الحيوي وهو يقدم ذلك الخير، أشعر بأن قيمة مضافة للبلد، وأن الشهداء حينما يرون تلك الصورة تثير بهم الحبور والرضا بما رزقهم الله عز وجل من خلف. نعم. أعود إلى الموضوع. استسمعك فقط أستاذ، أرجو استسمعك لنزع الأقواس، لأنه هذه المسألة ليست بين قوسين، قد وضعتها في سؤالك يعني حتى لا أخرج عن الإطار، وضعتها في البرنامج يعني في الأسئلة، ما أهم الإسهامات التي أنا أقرأ من الورقة، ما أهم الإسهامات التي تقدمها الجمعيات في مجال عمل الخير، وحتى لا يكون قوس سنعود إليك للنقاش وأطلب من دكتورة أيضا فقط نعم تفضل يعني تعقيب بسيط. نعم. هو الواقع لا ينكر، وإلا لما تكلمنا على واقع في واقع، لو لم يكن واقع لما درسنا المأمول. نعم. الواقع موجود،
لكن نريد أن نرقى بهذا الواقع. أنا أذكر لك تجربة فردية لشخص في بلدية صغيرة تبع دائرة بوفاريك في ولاية البليدة. يعني رجل يسخر نفسه على بساطة مستوى ثقافي، يسخر نفسه وزوجه للصلح بين الأزواج. الآن إذا درسنا واقعنا مثلا الفكاك الأسري الموجود، الخلع والطلاق والتطليق وهذه الظواهر، وأنت من مجلس علمي في ولاية أعرف الواقع جيدا، الواقع رهيب جدا. هل هناك مثلا جمعية متخصصة تتكلم عن الصلح بين الزوجين؟ لأنه أنا كرجل لا يمكنني أن أصلح بين امرأة ورجل إلا إذا كان معي الطرف الثاني الذي يكسر كثير من الطبهات التي لا أطلع عليها أنا. هذا رجل بسيط يعني سخر زوجته لتدخل البيوت وهو يبقى في الخارج ويدرسان الواقعة، وأعاد كثير من الأمور التي عجز عنها القضاة في الصلح بينها بين الزوجين. نريد مثلا هذه الجمعيات النوعية التي تحمل هذه المفاهيم تدرس واقعا نعيشه ثم تنبري لإصلاح هذا الواقع. بارك الله فيك دكتورة، استسمحك سأعود إليك أستاذ عيسى. دكتورة لو أيضا تعددي لنا صورا لأهم يعني الأهم الإسهامات، أهم الأعمال التي تقوم بها الجمعيات الخيرية اليوم حتى ننطلق منها كواقع موجود، ثم نحاول بعد ذلك أن نطرح بعض الإشكالات الموجودة، أو نحاول كما ذكر الدكتور صحراوي أن نريد أكثر، نريد أن نطورها، نريد أن نساهم في تطويرها وتنظيمها أكثر. ما هي أهم الصور الموجودة؟ فعلا يمكن نقول أنه نبدأ أنه الجمعية الخيرية كالشجرة، مثلها كالشجرة، يتغذى من جذورها أو يغذيها المحسنين من الصدقات والتبرعات والزكاة، ويتغذى من ثمارها الطبقات المعوزة، الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. فالجمعية الخيرية نشاطاتها متعددة. في الجزائر عندنا عدة تنوعات للجمعية، يعني عدة أهداف. الأهم شيء هو أن الجمعية الخيرية عند نظامها الأساسي تحدد الهدف، حتى ما يكونش هناك اشتراك ومنافسة، حتى هي منافسة شريفة، يعني الهدف واحد وهو الخير وبذر الخير وزرعه، إلا أن التداخل هذا ممكن أنه يهدر من المال ومن الجهد، يحقق نتيجة لكن بقدر المقارنة تكون مقارنة صعبة. لذلك لابد من الجمعية الخيرية حتى نشاطاتها مختلفة تحدد برامجها وتنسق. لازم نركز على ثقافة التنسيق، التنسيق والتعاون بين الجمعيات الخيرية. هو موجود لكن فعليا أن هناك ما يسمى بالمنافسة، أن كل جمعية تتمنى أن تكون قدام، تعطي أحسن صورة أمام الدولة أن هي الرائدة وهي المتميزة وهي اللي تقدم وهي اللي تعطي. لكن أحسن شيء هو تكريس ثقافة التنسيق والتعاون بين الجمعيات الخيرية، لأنه خاصة أقول الجمعيات الخيرية ذات الأهداف المشتركة، معناه أنه مثلا نقول مثلا التنسيق موجود في الحقيقة، برغم أنه ما راهوش متداول، ما راهوش مسلطة عليه الوسائل الإعلام. مثلا أنه التنسيق ناخذ على سبيل المثال جمعية كافي اليتيم، هي جمعية عريقة أكثر من 30 سنة من الوجود ومن العطاء. هذه الجمعية تنسق ما بين الجمعيات الأخرى ذات الطابع المشترك وذات الهدف المشترك وهو كفالة ورعاية اليتيم. تنسق ما بين الجمعيات نقول بسيطة يعني صغيرة يعني فتية، تنسق بها وتعاونها وتأطرها في يعني في التدريب وفي التأهيل. نأخذ كذلك على سبيل المثال جمعية قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم، وهذه الجمعية الفتية التي أنشئت في 2017 صيف 2017 التي أصبح صداها يتعدى يعني حدود ولاية البليدة. نشاطاتها هي قوافل، يعني قوافل تنتقل من البليدة إلى جميع ولايات النائية في الجزائر. عندها عدة قوافل، مثلا قافلة سمسيل تشاي التي رافقتها قناة القرآن الكريم التي رافقتها في توزيع المواد الغذائية والمواد كل ما يتعلق بالمعونات يعني تحسين تدبير فصل الشتاء. كذلك هذه الجمعية التي تنسق بين الجمعيات الأخرى عن طريق ما يسمى بأكاديمية العمل الخيري. هذه الأكاديمية التي أنشأتها جمعية قوافل الخير، هذه الأكاديمية التي تؤطر وتدرب وتؤهل من المتطوع إلى القادة في العمل الخيري، وتعمل على تبادل التجارب بين الجمعيات الخيرية. كذلك تنظم ملتقيات، وهذه الملتقيات الهدف منها هو هدف سامي. إذا ما نجحت
في توصيل التوصيات إلى الهيئات المعنية، وهي ثقافة التنسيق وثقافة التعاون والتميز والريادة، وأن تدعو من خلال هذه الملتقيات أن الجمعيات تنتقل من العفوية إلى التنظيم. هذا ما ينقصنا، من الانتقال من العفوية والعمل العفوي إلى التنظيم، والانتقال من الآنية إلى الاستدامة والدوام. لأن الجمعية الخيرية نتمنى فعلا أن الجمعية الخيرية تنشأش في سنة وبعد عام عامين نسمع بلي الجمعية انغلقت لأسباب متعددة. لابد أن الجمعية تحدد أهدافها وعلى يعني مدى البعيد وتسعى إلى تحقيقه وتحقيق هذه الأهداف، وتسعى إلى أن تعطي صمة وتعطي تميز وتصبح رائدة وتصبح قدوة للجمعيات الأخرى تحتذى بها. بارك الله فيك، الصور كثيرة جدا لعلنا لا نستطيع أن نحصرها في هذه دقائق طبعا أو في هذه الساعة، لأنه كثير من الشباب اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني يقيمون تظاهرات مهمة جدا، يساهمون في يعني الكثير من الجمعيات ممن أعرفهم مختلف ولاية هذا الوطن، مثلا يبنون دور للمرضى خاصة في المستشفيات الكبرى التي تعنى بأمراض مستعصية كمرض السرطان عافانا الله وإياكم، كثير من الأمراض هم يعني شباب في مختبر الأعمار من هنا وهناك، فيبنون هذه الدور ويجهزونها بكل، حتى يعني الممرض يعني يوظف هنالك ممرض ليقوم برعاية هؤلاء المرضى الذين يتنقلون من مختلف مناطق هذا الوطن ليعالج مثلا هنا في العاصمة أو في ورقلة أو في منطقة أخرى. إضافة إلى على النقطة تاع رعاية المرضى وكلا في ولاية البليدة كاين جمعية في الحقيقة كانت مؤسسة يعني عائلية وما ارتقت وكانت دعوات لضرورة أنه تترقى وتصبح جمعية في ولاية البليدة، هي اسمها نساء أيادي الخير. هذه الجمعية التي معظم أعضائها نساء يعملن على رعاية المرضى المصابين بمرض السرطان، رعاية نفسية، رعاية تجميلية، يعني حتى أن يقوموا ببعض الأشغال اليدوية. جميل. كل هذه الأمور هي في حقيقة مبادرة اجتماعية لخلق روح، حتى أنه كانت هناك حصة استضافوا رئيس جمعية نساء أيد الخير وجه لها تحية، هذه للمرأة التي من أموالها ومن تبرعات العائلة أنشأت هذه الجمعية وارتقت بها في ولاية البليدة، التي تسعى لحماية ولمتابعة النفسية للمريضة. هذه المتابعة، وتقول هذه المرأة في احدى في 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 لقاء معها انه هذه انه اصبحنا احنا اعضاء في الجمعية اصبحنا يعني نستمد هذه الطاقة منهن، يعني ولات هناك يعني واحد العلاقة، حتى انه لما هذه المرأة يعني المريضة تشفى وترجع لبيتها تبكي على الأعضاء الجمعيات، لأنه ربطوا واحد العلاقة حميمية، علاقة عاطفية، علاقة راقية ما بين النساء يعني المرضى وكذلك النساء اللواتي أنشأن هذه الجمعية. بارك الله فيك، كما ذكرت يعني الإساءة يعني هذه التجارب وهذه الجهود كثيرة جدا في مختلف ربوع هذا الوطن العزيز. سنعود بعد قليل مشاهدينا الأعزاء لنواصل الحديث والنقاش مع ضيوف الأكارم حول موضوع الجمعيات الخيرية بين الواقع والمأمول. في هذا الموضوع عدت لنا زميلة رزيقة سليماني هذا التقرير، نتابعه ثم لنا عودة بعد ذلك، فابقوا معنا. لقد فطر الله سبحانه وتعالى النفس البشرية على حب الخير وبذل المعروف، وعزز ذلك بالتعاليم السماوية من خلال الرسل والأنبياء وخاتمهم نبي الهدى والمحبة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وتعاليم الإسلام في مجال البذل والعطاء والحث عليها لا تخفى على أحد، ذلك أن الركن الثالث من أركان الإسلام يفرض إخراج الزكاة من القادرين لصالح المستحقين، وبعد ذلك حث على الصدقة وبذل المعروف وصلة الرحم وغيرها من الأعمال الجليلة التي يدعو إليها الإسلام. العمل الخيري له أهمية كبرى في حماية المجتمع من الانقسام إلى أغنياء ومحرومين ومحتاجين، وله الدور الفعال في ترسيخ العلاقات الإنسانية بين الناس، مما يقوي من دعائم المجتمع المسلم وجعله كالبنيان يشد بعضه أزر بعض.
تسابق الناس على الإنفاق وعمل الخير نشأت عنه مؤسسات خيرية، وهي جمعيات خيرية متعددة الأهداف، فمنها من يعمل في الداخل ومنها ما يقوم ببعض النشاط الإغاثي والإنساني في الخارج، فهي ظاهرة إيجابية تؤدي دورا محمودا وجميلا. العمل الخيري في الجزائر عرف مؤخرا تطورا ملحوظا تجلى في جمعيات خيرية يقودها شباب غرس في نفسه روح العطاء وحب الخير والبر لمن هم في حاجة إلى الصدقة، فقراء ومساكين وجدوا في النهر ما لم يجدوه في البحر من خلال تبرعات بعض الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية تحتاج اليوم إلى إعادة الدراسة والتطوير بما يتواكب مع ظروف ومستجدات المرحلة التي نعيشها. نجاح الجمعيات الخيرية الكبير في تأدية أدوارها في كل الظروف وفي كل الأوقات يؤهلها دائما أن تكون أحد أسباب عبور المجتمعات للأزمات كافة. الزميلة رزيقة سليماني على هذا التقرير. حقيقة الجمعيات تحتاج إلى مزيد من الدراسة حتى تتطور أكثر مما هي عليه، ولكن طبعا لا نعدم هذه الجهود الكبيرة جدا المبذولة من قبل كل الجمعيات الناشطة على مستوى هذا البلد العزيز. أعود إليكم أستاذ عيسى، نتحدث عن اليوم واقع الجمعيات من جانب الهيكلة، من جانب تحديد الاستراتيجية والأهداف. هل هذه الجمعيات التي ذكرنا بأنها أزيد من 4000 جمعية تتوفر كلها على استراتيجية، على أهداف، على هيكلة، على تنظيم إلى غير ذلك؟ أولا بالنسبة للأرقام فيه مبالغة كثيرة إعلامية، يعني العدد دون هذه الحقيقة يعني في الواقع، يعني لأنه فيه أحيانا نعم أستاذة لما أظن أنه فيه من وزارة الداخلية هذا الإحصائيات، وزارة الداخلية تقول 4000 جمعية. أنا أدرك ذلك جيدا وأعرف ماذا يقصد بالخيرية أحيانا، وفيه الجمعية التي لم تتجدد في 2012 نهائيا موجودة على الأوراق قدما، فالأرقام حينما نحسبها في الكم الكلي وهي في الواقع غير موجودة من زمان. فيه جمعيات من التسعينيات لا زالت تحتفظ باسمها، ولكن لو وجود يعني لو ابتلا في الجانب الاقتصادي هي قانون أصلا في بعض الجمعيات قانونا مساقطة، يعني فقط بقيت بعض الأسماءها. فلذلك أقول أيضا الآن القانون الجديد فرق ما بين جمعية في حي وجمعية في ولاية بلدية وجمعية في ولاية وجمعية في جهة وجمعية وطنية. فنحن حينما نتكلم عن الجزائر القارة نتكلم عن الجمعيات الخيرية بهذه الحاجة، لابد أن نكون واضحين، جمعيات وطنية ولائية. أما إذا كنا نضم إليها المساجد لجان المساجد هذه أصلا تسمى لجان يعني، ولكن هي في إطار القانون كلها جمعيات ولكنها مصنفة يعني. الشيء الثاني في بالنسبة للآن القانون الجديد الآن فيه كثير من النصوص لم تكيف، فلا زال نحتاج إلى نوع من التكوين الذي ينبغي أن يرافق الجمعيات من أجل أن تطبق هذه القوانين وتنتظم معها، لأنه فيه بعض الجمعيات صحيح تتأسس ولها اللقاء الدوري وما بين اللقاءين الدوريين خلال السنة لا تتم لقاءات، وهنا لا ينمو العمل ولا يستمر. دعني أقول أيضا فيه بعض العوامل الأخرى هي تعتبر من سلبيات الجمعيات ولكن ليس سلبية ذاتية وإنما سلبية موضوعية. فيه ثقافة العمل الخيري تحتاج من جميع المؤسسات التعاون من أجل تطويرها. أقول مثلا ثقافة العمل الخيري، أعطيك على سبيل المثال أنا مثلا عندي مبادرة منذ سنتين أعمل عليها كيف نستفيد ونفيد من كتلة معتبرة من المتقاعدين، ونحن نعلم أن في السنتين الماضيتين تقاعد المسبق الذي أحال الناس التقاعد عمره 50 سنة، أصغر مني لا زال عطاءهم قويا جدا وأصحاب كفاءات وتخصصات متعددة. هذه الآلاف من الناس كيف نتيجة الثقافة المتواضعة وعدم تناغم كل المؤسسات الثقافية والاقتصادية والتربوية حتى وزارة العمل والضمان الاجتماعي ينبغي أن تقوم بجهد جيد في هذا الجانب، وهي ليس مسؤولة عن المعاشات فقط ولكن مسؤولة عن ثقافة العمل التطوعي وثقافة العمل الخيري. وهنا الفائدة مزدوجة، هؤلاء المتقاعدون بإمكان واحد أنا أستاذة دكتورة مختصة ودت التقاعد انتهى في 50 أو في 55 سنة وهي بإمكانها الاستشارة ساعة
تعطيها في الأسبوع ساعة تقابلها يعني 20 مليون تعطيها في دولة أخرى. ولذلك تقوم تطوع الكفاءات حينما يقوم ماليا ويحسب في مداخل الدولة في الدول المتقدمة، فهذا ينبغي أن نراعيه، وهذا يحتاج إلى نوع من الدفع ونوع من التشجيع من القطاعات ذات العلاقة ومن مبادرات الإعلام، مؤسسة الإعلامية، المؤسسات الخيرية. فيه أيضا جانب آخر، مثلا بالنسبة لوزارة المالية لا زال نوع من المرافقة للجمعيات ينبغي أن ينظر إليه، لا زالت قضية الضرائب غير ينظر إليها الجمعيات، وهذا عائق للجمعيات، تقام عليها ضرائب وأي بضاعة تشتريها 17 و20 و21%، هذا شيء يثقل، وخاصة الجمعيات تنقل في طور النمو وتحاول أن تكرس تقاليد جمعوية مؤسسية على غير الجمعيات الأخرى، فلابد منها. أيضا بالنسبة لجمعية ذات النفع العام، لا يوجد التصنيف من هي الجمعية التي تستحق النفع العام، القانون العام أعطى ولكن النصوص التنظيمية لا زالت جمعية عندها رقم بأرقام الأعمال مثلا أو بساعات الانتشار أو بنوعية العمل أو بالضرورة الشريحة معينة، فهذا أيضا لازال فيه تباطؤ، ليس من ذنب الجمعيات ولكن لابد أن ترفض به. أيضا بالنسبة لجامعاتنا، استسمح الدكتورة صباح ودكتورة، أيضا أنه الآن فيه حيوي وفيه مخابر علمية وفيه، ولكن لا تزال الجامعة والتعليم العالي لا يعتبر نفسه من مسؤوليته الاجتماعية أن يساهم في تنمية الواقع هذه الجمعيات. الشراكة الاجتماعية. نعم. الشراكة المجتمعية. نعم. المسؤولية الاجتماعية للشركة بالأموال، المسؤولية الاجتماعية للمعاهد والجامعات، ونحن الآن عندنا في كل ولاية جامعة على الأقل أو مركز جامعة، ليس كذلك؟ فهذا الموجود هذا الآن إذا لم نضخ منه للمجتمع ونطور به على الأقل المجتمع المنظم كجمعيات سواء كانت في إطار الثقافي أو الخير، فهذا أيضا لازال ينقص. هناك تحديات أيضا مباشرة للجمعيات من قبل المحسنين، المحسنين والناس أهل الخير في الجزائر. عندنا قضية الذين لا زالوا في جدل، يعني هل تنفق سرا، وحينما يقول تنفق سرا لا تعمل في إطار جمعوي، أو أنك تنفق ولكن حينما تقول تابع الشفافية، ينبغي أنه حينما يعطي شيء يعطيه الفقراء، الجمعيات تأتي مرافقة له كمرافقة الشرطة، يعني تؤمن له الطريق فقط، وهذا مفهوم خاطئ. ينبغي أن مؤسسات الإعلامية أمثالكم يعني تعين في هذا وتوضح هذا المفهوم، بأن ندعم حينما نمكن الوطن من جمعيات دائمة وكبرى وتعمل بعمل واضح وبعمل مؤسسي، فإننا مكسب يؤمن لنا المجتمع ويضمن ديمومة الخير والعطاء والتكافل والتضامن. أيضا أن فيه الآن في السنوات الأخيرة هذه مما أتعب الجمعيات وأحدث نوع من الجمعيات على قلتها، لأنها لو قسناها بنسبة السكان ونسبة المساحة فجمعيتنا قليلة جدا. أنا أعطيك على سبيل المثال، عندي فرع في تينزا وطين، خرج من تمرست من بعثوا له مساعدات مادية، مساعدات عينية 15 يوم حتى تصل له، فتوصل لتمرست بصعوبة، حينما تصل تمرست والمنطقة مع يعني الطرق غير معبدة وغيرها، الله يبارك يعني. فبالتالي هذا الآن قلت الذي أتعب الجمعيات أيضا وأضاف لها عبء هو تنامي المشكلات والآفات الاجتماعية. نعم. قضية المخدرات هذه السنة بشكل كبير جدا، وتيرة سريعة. قضية الضغط النفسي، الأمراض النفسية، يكفينا أنه في هذه السنة الأسبوع الماضية أعلن بأنه مستشفيات الأمراض العقلية 1 مليون شخص تقريبا في سنة واحدة، يعني الأمراض النفسية الآن هذا هذه بلوى عبر كل العالم. فنحن لا ينبغي أن نتجاهل الواقع، واقعنا في هذه السنوات ليس واقع التسعينات أو الثمانينات أو السبعينات، فهذا الآن لا يترك الجمعية تريد أن تعمل مع اليتيم، تبقى الفقير في مصيبة أكثر منه، تتركه، لابد أن تعمل، تكون حيوية، تعمل اليوم مع 10 عائلات تجد 100 فيه، فتقول أعطي كل واحد 5% أحسن ما أتكفل بواحد 100% وأنا أمامي أناس يعني. فهذه التحديات جملة التحديات. إذا شئت أضيف أيضا أنه مؤخرا السيد وزير الداخلية نبه إلى أمر، وأظن الحكومة بتعليمات رئيس الجمهورية أنها أخذت بما أخذ الجد الولايات الحدودية، وأشار خصيصا إلى الجماعة المحلية وإلى المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني عبر حدودنا
يعني يعاني بأن تنشط مجتمع مدني على حدود تمرست أو إليزي أو مالي أو يعني في حدود تمرست مع مالي أو في أضرار يعني مع الدول الإفريقية، ونعرف النازحين، نعرف الحارقين، نعرف كذا كلها، أن يحرك الإنسان المجتمع المدني ينبغي له من دعم كبير. وهؤلاء المجتمع المدني في الحدود له مهمة أخرى صعبة، ليست تقديم مساعدة مادية لمجتمعنا المحلي، ولكن فيه أناس وافدين، فيه أيضا هو يحمينا مثلما نطلب من الشركات أن تصدر البضاعة الجزائرية تدخلها الدولار، هؤلاء المجتمع المدني والجمعية الخيرية في الحدود ينبغي أن تصدر بضاعتنا القيمية للجزائريين المتضامنين الذين يكرمون ضيوفهم الجائعين النازحين الفارين، أيضا يعملون على تماسك مجتمع، لأنه تباعد المساحات يجعل بعض البيئات الاجتماعية في الجزائر في الجنوب مثلا أو في المناطق الحدودية يجعلها تحتاج إلى ربط الصلة بينها، ليس إصلاح ذات البين ولكن ربط العلاقة بين البينية، وهنا تحتاج إلى فعاليات، إلى يعني إلى تفعيل، إلى دعوة إلى عمل الخير، إلى إقناع المحسنين والشركات أن يساهموا في هذا المنطقة حتى يستقر الناس في أماكنهم ويعمروها كما عمر الناس الذين بنوا الزوايا والتكايا من أولياء الله الصالحين في القديم، وبنوا القرى والمدن الجزائرية في مليان وفي وهران وفي تلمسان وفي غردايا وفي بشار إلى آخره، وبنوا قصورا للخير، علموا بها القرآن وجمعوا الناس على حب وطنهم وحب دينهم. فأقول أن هذه التحديات التي تتكاثف يوم من الأيام تجعلنا يعني لا أتعاطف يعني أتعاطف معنا، ولكن تعاطف مع هذه الجمعية الخيرية بأن التحديات لم تترك لها حتى المجال، هذا ليس تبريرا ليس ولكن أقول حتى نعي الواقع يعني لكن فيه محفزات وفي دعوة. الآن نحن في عصر التواصل الاجتماعي يسهل على الجمعيات، الجمعيات فيه أدوات الآن متاحة، فيه ثقافة جمعوية ينبغي أن نأخذها، فيه شراكة مثلا مشروع الحكومة وقضية الديمقراطية التشاركية والدعوة والإلحاح على المجالس المحلية، ينبغي على الجمعيات المجتمع المدني أن تقتحم هذا المجال وتنسق، ترى الوسط توصيف الحقيقي بالأرقام في البلديات في الولايات، وتحاول كيف تنسج مشاريعها حتى تسد الخلل، لأن من أهداف قانون الجمعيات هو إكمال أو دعم جهود الدولة في المساعدة والدعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم أستاذ عيسى. كل ما ذكرتموه نتيجة خبرة ونتيجة يعني تفاعل مهم جدا في مجال يعني الجمعيات في الجزائر، شكرا جزيلا لكم، وقد يعني تعاطفتم ما فيه الكفاية، سننظر إلى بعض يعني الأطراف الأخرى بإذن الله. طبعا هدفنا كله دائما هو الإصلاح والتحسين نحو الأفضل ليعم الخير في هذا البلد الطيب. دكتورة صباح، ذكرتم قبل قليل مسألة العلمية، وذكر الأستاذ أيضا مسألة الجامعة، مهم جدا، كنت وددت حتى أن يذكر الطرف الآخر أنه حتى الجمعيات أستاذ عيسى أن تستفيد من هذه البحوث التي تقام، أكيد هنالك بحوث عديدة وهي في الرفوف، موضوعة في رفوف الجامعات، طبعا على الجامعة أن تفعل هذا الأمر، وعلى الجمعيات أيضا أن تبحث عن هذه الدراسات وأن تبادر لي يعني ينصح التعبير أن تستعين بها للتحسين والتطوير. ما الذي يمكن فعله سواء عن طريق يعني المجتمع المدني أو الجمعيات، كيف يمكن أن تطور نفسها عن طريق مجال العلمي، عن طريق الدراسات، عن طريق البحوث إلى غير ذلك؟ سؤالك وجيه جدا. أنا أرى من حيث أنه من موقعنا العلمي أنه هناك مخابر كثيرة على المستوى الوطني، فهذه المخابر لم توفر، لم تجع يعني لم نضع لها استراتيجية واضحة لخدمة المجتمع بصفة عامة، وخاصة يعني التنسيق بين المجتمع المدني أساسا يتمثل في الجمعيات. فالجمعيات يعني تعمل في بطريقة مستقلة ومبتعدة تماما عن المجال المعرفي والعلمي، وهذا أيضا ما يؤثر سلبا على عطائها ونشاطها. الجامعة أيضا تعمل بطريقة مستقلة من خلال إنتاج البحوث والمخابر العلمية، فيها فرق بحث إلى غير ذلك، لكن
لم نجعل هذا التنسيق، وهذا من يجعل هذا التنسيق هما يعني وزارة التعليم العالي اللي هي المديرية العامة للبحث العلمي، يعني أن تفعل آلية جديدة لخدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي في أن يكون في لتنمية اجتماعية جديدة واقتصادية واجتماعية وفقا لانشغالات، لأن المجتمع المدني قريب من الواقع وقريب أيضا من الفئات المختلفة، الفئات الهشة وغيرها. الجامعة أيضا قريبة، يعني هناك من يظن أنها غير قريبة، هي أيضا قريبة، ولكن لم نجد هذه الآليات العملية القانونية التي تفعل الشراكة المجتمعية بينها وبين المجتمع المدني. الشيء الثاني أن هناك شراكة اجتماعية بينها وبين هيئات يعني ومؤسسات رسمية، وعندما يعني تطلب من مجتمع من مخبر أو من مثلا تخصص معين الاهتمام بفئات مجتمعية حتى توجيه رسائل الماستر ورسائل الدكتوراه نحو مواضع معينة، فهذا غير كافي، لأنه يجب أن تكون هناك أيضا استراتيجية واضحة. ونحن أقول يعني من خلال خبرتنا الواسعة في الميدان، تبقى هناك ثغرات يجب إذا لم نأخذ بعين الاعتبار هذه سد هذه الثغرات، فنبقى بطريقة عشوائية، البحث العلمي من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى والمؤسسات الأخرى فقط، يعني عندما ترى أن هناك مؤسسات في المجال الصناعي تهتم بالبحث العلمي، أما مؤسسات أخرى اللي عندها يعني مجالات أخرى فهي تعمل لوحدها. إذن يجب من خلال هذا الفرصة الطيبة التي نراها أن يكون هناك استراتيجيات جديدة، تكون هناك استراتيجية جديدة بتفعيل آليات البحث العلمي والخبراء والمختصين بالتنسيق مع أيضا قادة المجتمع الجمعيات المختلفة، باش يعني كل ما يتطلبونه من أو يتطلب من دراسة، وليس فقط الدراسة لأن هناك يشوف البحث العلمي في الدراسة، فيتطلب أيضا إيجاد مهارات اجتماعية لبناء نشاط الجمعية، وهذا هو أيضا ثغرة أخرى. فنحن نرى أيضا الاستفادة من بعض التخصصات، نحن مثلا وضعنا تخصصا علم الاجتماع العائلي والطفولة والرعاية الاجتماعية اللي هو يهتم بكل الفئات الاجتماعية من المرأة للطفولة للشباب لذوي الاحتياجات الخاصة، فالجمعية تعمل في هذا المجال وتساعدهم، وهناك يعني بصفة يعني هنالك آليات للتعاون، لكن لا تكتفي مثلا لا يعني تتوقف حدودها، لأنها لم تستطع إدراك المعارف العلمية الأخرى التي توجه سلوكها التطوعي ونشاطها الخيري. فهنا أرى أنه آن الأوان إذا أردنا فعلا أن نفعل المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ونفعل أيضا خدمة التأطير العلمي والبحث العلمي، لأنه في الدول المتقدمة يستعلمون هذه الشراكة المجتمعية، وهذا هو سر أيضا النقلة النوعية والاجتماعية. مستعدين نعمل شراكة مع أخباركم في العاصمة ونجمع كل الجمعيات. فهناك أيضا تعليم المهارات الاجتماعية، يعني نوجد وهذه لاحظتها شخصيا يعني في المجتمع المدني عندهم هذه الروح الخيرية والتنافسية للعمل الخيري، وهي موجودة في كل جزائري. وبما أننا نتكلم عن الجمعيات فإنها تنقصها فقط المهارات الاجتماعية. ما هي المهارات الاجتماعية؟ هي مهارات مدروسة في تخصصات معينة جديدة، هذه أيضا تناسبت، ممكن الأغلبية ما مش يعرفوها، يعرفوا فقط الجانب النفسي، ولكن الجانب الاجتماعي راه ثري جدا في تخصصات اجتماعية اللي هي ذكرت منذ حين التخصص هذا. ذكرنا علم الاجتماع العائلي والعمل الاجتماعي اللي هو يعني يهتم بكثير من الممارسات حتى في ترسيخ المواطنة،
يعني إذا تبقى فقط البحث العلمي وهذه التخصصات واللي يتخرجوا يبقوا في التدريس إعادة اشترار، هذا لا يجدي نفعا، وإنما يجب أن يوظف أو أن يستعانوا به في هذه الجمعيات كي يعطي حتى المتطوعين حتى اللي راهم داخل الجمعيات يعني يكونوا عندهم هذه النظرة العلمية المعرفية الخيرية لسد الثغر. بارك الله فيك. محوجنا إلى جمع يعني هذا الجانب، جانب العلمي وجانب العملي جانب الجمعوي. نماذج من الاستراتيجية. نعم. يعني نوضح فقط أنه فعلا يوجد شراكة اجتماعية ما بين الجامعة والمجتمع المدني، والدليل على ذلك الاتفاقية اللي قام بها سيد رئيس الجامعة البليدة بروفيسور رامول خالد الذي قام باتفاقية مع جمعية كافي اليتيم. هذه مبادرة اتفاقية فردية وليست قانونا. نتمنى أنه محدودة يتحدث على أن يكون نسق عمل. هذه الاتفاقية قوانين رسمية استراتيجية. هذه الاتفاقية فعلا قائمة بين جامعة بليدة اثنين العفرون وجمعية كافي اليتيم التي أنتجت ثمرة مهمة، وهي أنه هذه الجمعية جمعية كافي اليتيم مولت أو بطريقة أخرى أنها أشرفت يعني على مذكرة أطروحة الدكتوراه لأستاذة جامعية في كلية الاقتصاد التي تناولت موضوع الوقف والتسويق المشاريع الجمعيات الخيرية، ودارت يعني باب خاص بمشروع خاص بجمعية كافي اليتيم، هو باب الرزق، مشروع باب الرزق الداخل في مشاريع المتعلقة بالأرملة المنتجة. إذا هذا نموذج رائد، نتمنى أن تعمم هذه حتى نستفيد من هذه المذكرات التخرج، ونتمنى كذلك شراكة اجتماعية في جانب آخر وهو زرع ثقافة التطوع. لو زرعنا ثقافة التطوع في الجامعة، أول شيء أن الطالب الجامعي يخرج بهذه الثقافة، يخرج إلى المجتمع متغذي بهذه الثقافة، أنه يدخل وعارف الجامعة معي أستاذ حتى يعني دور حتى المسجد، دور المدارس الابتدائية حتى المؤسسات التربوية. نعم. مؤسسة التربوية. نعم. في مدارسنا يخصنا ما يسمى منهاج متعلق بثقافة التطوع. نعم. عندنا ندرسوا الرياضيات، ندرسوا العلوم والتاريخ، لكن ما ندرسوش الثقافة. نعم. في الغرب عندهم ما يسمى بين 7 سنوات في كندا مثلا يتعلم انه ليستيدوسوا يعني يقدر نفسه وكذلك يقدر غيره، كيفاش يقدم المعونه والمساعده للغير. نعم. من 7 سنوات نزرع فيه ثقافه التطوع. اذا ندعو انه ثقافه التطوع تبدا من الاسره وثم الى المدرسه ثم الى الثانويه وصولا الى الجامعه حتى. نعم. نصلح في هذا المجتمع ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. حتى لا يعني يذهب هكذا مجال وقتنا في هذه السهرة في جانب صح التعبير العاطف الذي ذكره أو جانب يعني ذكر الإيجابيات فقط، سؤال مهم جدا من خلاله سننطلق إلى إشكاليات أخرى معكم دكتورة، أرجو الإجابة ثم أنتقل إلى الدكتور صحراوي. انطلاقا من حبنا لهذه الجمعيات، من يعني لا أنكر بأن كل جزائري يحب الخير ويريد الخير لهذه الجمعيات، لماذا أحيانا نسمع إلى خلافات يعني كبيرة مصدعة في بعض الجمعيات؟ لماذا اليوم الجمعيات الخيرية في بعض الأحيان أو بعض الجمعيات تنقسم، ونسمع بأن جمعية كانت يعني ذاع صيتها في العمل كذا، ثم نسمع انقسامات منبنية على خلافات ليست انقسامات يعني إيجابية أنه تم التوسعة إلى غير ذلك؟ لماذا نسمع مثل هذه الأمور اليوم في الجمعيات؟ وهذا مما يقلل من مصداقيتها، من قيمتها لدى المواطن البسيط أو لدى رجل أعمال الذي يساهم بأمواله. فعلا في الحقيقة هذا موضوع شائك وموضوع موجود في الجمعيات الخيرية. هناك تنافس وهناك اختلاف في الرؤى واختلاف في المنهج، يعني يؤدي إلى تشتت الأفكار وتشتت الجهود المبذولة من أجل تحقيق الهدف المشترك. في الحقيقة موجود خلافات موجودة، وهذا ما نكرهاش، سيد رئيس الجمعية موجود معنا، هناك خلافات، لكن خلافات يعني ما تلحقش المستوى أنه الشخص قائد الجمعية يعني يختلف من أجل عدم يعني وصول إلى هدف معين. اختلافات في المنافسة، يعني كل واحد يحب المشروع تاعه هو اللي يعني يسطره، هو اللي يعني يمشي على اسمه. لكن لو رجعنا إلى تحقيق الهدف، لو رجعنا إلى الهدف أو البرامج، لو كل جمعية تسطر برامجها وتسطر وهناك تواصل. إشكالية في الجزائر أنه ما كانش تواصل، وهذا موجود بين الجمعيات. بين الجمعيات. نعم. نعطيك مثال، مثلا في مناسبة توزيع أضاحي العيد تلقى أنه جمعية تجتهد حملة
ثلاث أشهر قبل العيد أضحى تجتهد لجمع الأموال وجمع الأضاحي لتوزيعها، جمعية أخرى في نفس الولاية تجتهد بنفس يعني بنفس الجهد ويحققوا أرقام كبيرة، لكن ما كانش تنسيق، ما كانش تواصل، أنه ممكن أهل الجمعية تخدم هذه المنطقة، الأخرى تخدم المنطقة المجاورة، تلقاهم يعني ما كانش تنسيق، ممكن تلحق أنه البيت أنت تدي لها مثلا الأضحية تلقى أنه جمعية مدت لها، وهذا نقص وهذا ما يؤدي إلى يعني إشكالية كبيرة في التنسيق، لذلك ندعو لمحاربة ظاهرة التنافس وعدم المنافسة الغير الشريفة بين قوسين ضرورة التنسيق، ندعو إلى التنسيق والتعاون بين الجمعيات الخيرية، والتنسيق ما يكونش تنسيق يعني ارتجالي، يكون تنسيق عملي رقماني. مثلا انه نتكلم لك على جمعيه قوافل الخير، اللجنه الاداريه دارت تطبيق ابليكاسيون، هذه التطبيق يعني وزعته مثلا في مؤخرا في قناه القران الكريم، كانت رافقت المؤتمر او الملتقى الوطني اللي كان تحت رعايه مدير الشؤون الدينيه والي ولايه البليده، هذا الملتقى اللي كان يبحث على تخليد وترسيخ ثقافه او جمعيات الخيريه الرائده والمتميزه في العمل الخيري. من خلال هذا الملتقى رئيس اللجنة الإدارية لجمعية قوافل الخير وزع سيديات يعني لجميع أعضاء الوافدين من الجمعيات الخيرية عبر الوطن، من بريكة، من سعيدة، من الشرق وغرب الوطن، جاءوا كذلك جمعية تندوف، دار الأيتام تندوف، جاءوا كامل خضوا هذه الابليكاسيون، هذا التطبيق لي حتى أنه يكون لتسهيل في الإدارة. هذا التطبيق يساعد الجمعية وأعضاء الجمعية في التنظيم، في تنظيم قائمة الأرامل، قائمة الاحتياجات، التوزيعات، الإعانات، هذه العائلة شحال استفادت ما يخصها، هذا ما نريد أن نرتقي به من خلال آلية هامة ومهمة وهي ثقافة التعاون والتنسيق والتواصل بين الجمعيات الخيرية. جميل جدا، بارك الله فيك، شكرا على هذه الإجابة، وطبعا قضية التواصل مسألة مهمة جدا، جمعيات لو استطعنا أن يكون هنالك تواصل كبير جدا بين الجمعيات لا هو أمر بسيط يعني عن طريق الرقم أمر بسيط إلى درجة عالية. دكتور صحراوي، لو نتحدث عن قضية أراها قضية مهمة جدا، الكثير من الجمعيات تبذل جهدا كبيرا ولكن استسمحون على العبارة بأنها لا تبرح مكانها، لماذا؟ لأنه دائما تعتبر أو تقدم مساعدات لفقراء، ليتامى، لأرامل دون أن تحرك فيهم روح البذل والعطاء، هم بدورهم أيضا، ونحن ندرك يعني المنهج الإسلامي في هذا الأمر، كيف أنه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين في زمانه لم يجد من يقدم له بيت المال، لم يجد من يقدم له الصدقة أو يعني الزكاة، لماذا؟ لأنه هؤلاء الذين كانت يدهم يعني ممتدة نحو صدقات، نحو الزكاة، أصبحت هي المنفقة دائما تحت شعار برنامجنا اليد العليا خير، كيف نستطيع نصل إلى هذا المستوى؟ يعني نفس السؤال كنت أود أن أجيب عليه من خلال ما ذكر، وأخص بالذكر ما ذكره الأستاذ عيسى بالأخضر، لأنه فعلا تكلم من واقعه لكونه ناشط في العمل الجمعوي ولمدة زمنية يعني ليست باليسيرة. الحقيقة أنه ينبغي أن تكون لنا ثقافة، هذه الثقافة تنطلق من رسالية المنتمي إلى الجمعية. إذا كان عنده رسالية راح يكون له الدوام، هذا الدوام يخلده بطرق عدة لا تعجزه الأفكار ولا تعجزه الوسائل، ولذلك أنا نقول للأستاذة بأنه هذه الخلافات الفكرية لا يفترض أن تكون عيبا في أن يكون شرخ، بالعكس لا ينبغي أن نصب كل أعضاء الجمعية في قالب فكري واحد، وإلا لا معنى لهذا التنوع في هذه الجمعية، هذا التنوع يفترض أن يفضي إلى توالد الأفكار. أقصد الهدف، أقصد أن يكون الهدف مشترك. الهدف مشترك نعم، لكن هذا الاختلاف هو ثراء، مثل ما هو المدارس الفقهية، هو ثراء يوصلنا إلى هذا إذا هذا المقصود. لكن للأسف أريد أن أقول بأنه ثقافتنا موسمية. أنا دعني نقول لك هذه الثقافة الحقيقة، ثقافتنا كلنا كجزائريين موسمية. ودعني أنطلق لك من أشياء نحن نعيشها. الزكاة. القنوات الإعلامية تتكلم عن الزكاة في شهر محرم. الأئمة يتكلمون عن الزكاة في شهر محرم. نحاول أن تنظيم الزكاة في شهر محرم، مع أننا الزكاة هي حركية للمال على مدى السنة. المزكي يسأل عن الزكاة في شهر محرم، ولربما حوله في شهر صفر أو ربيع الأول أو غيره.
الذي عنده إشكالية في شهر الصيام يؤخر إشكاليته ولا يسأل عنها إلا إذا جاء شهر رمضان. هذه الثقافة الموسمية تغلبت علينا حتى في العمل الجمعوي. نعم الإثارة تكون إذا حصلت مشكلة أو جانب موسمي نخرج فيه فنديم هذه الأعمال، لكن هذا الذي أود أن أتكلم عنه. أنا تكلمنا عن هذه التجارب الجمعوية، مثلا ذكر الجمعية تتكلم عن تخريج طلبة اللي هي جمعية المحافظة على القرآن الكريم. تصور يا سيدي أنه ملفات المتخرجين منها يتابعون حتى إذا انتقلوا إلى دول أجنبية، ويصبح هؤلاء هم الممولون لهذه الجمعية، وتبقى المتابعة مستمرة ودقيقة وفي اتصال دائم. الأستاذ تكلم مثلا عن بذل جهد كبير في تزويج مجموعة من الشباب، طيب زوجناهم ووفرنا لهم، من يتابع نجاحات هذه الأسر؟ من يتابع التكوين الابتدائي الأول قبل الزواج ثم متابعة النجاح بعد الزواج؟ التأهيل هذا يحتاج إلى عمل جمعوي يتابع. كل ذلك تؤكده نصوص النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأعمال أدوامها وإن قل. لا خير في عمل، ولو لا أقول لا خير، لكن حدود خيره تتوقف بانتهائه ولو مهما بلغ، لكن مجرد مر الموسم مر كل شيء من وراء الموسم. وهذا الذي يعاني منه العمل الجمعوي. تكلمت عن المساجد، أنا أقول لك يعني مثلا أذكر لك تجارب في مساجد البليدة، والأستاذة سبقت يعني عن مثلا مع جمعيتهم وجمعيات أخرى ملتقيان أشرفت عليه مديرية الشؤون الدينية، العمل التطوعي ولا ثقافة العمل التطوعي ولا دور العمل التطوعي عند المرأة تحديدا، لأن دور المرأة يعني رائد وأكثر من جدير بأن يذكر في هذا الباب. أصبحنا لا نسوق لهم عبر المنابر أعمالهم الخيرية، طبعا الراسل الإمام يقول سوق لهم أعمالهم الخيرية، وهذا اللي أشرف عليه المدير في كثير من 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 المناسبات. لكن الأمر أكثر من ذلك، أصبح لنا تشارك مع العمل الجمعوي، مش فقط تسويق، أصبح تشارك مع العمل الجمعوي. وهذه الثقافة نود أن تنتشر في كل الولايات، هذا التشارك مع فعاليات المجتمع المدني يخفف عنك الكثير، يهيئ لك الكثير، يعينك في الكثير، لأنه في النهاية هم أبناء الجزائر اتفقوا على أن يفعلوا الخير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الوقت هو يمر علينا سراعا، ولم تبقى إلا دقائق معدودة. ممكن بيودي أن أفصل أو أجد إجابات في كثير من نقاط، من بينها ألا ترون أستاذ عيسى بأنه اليوم أضحى من الضروري جدا في قضية التوظيف أن لا نعتمد على التطوع فقط، وإنما لابد أن نركز على التفرغ وعلى التخصص في المجال الخيري حتى نحصد ثمارا كبيرة، إضافة إلى حتى عقرنا بين نقطتين، إضافة إلى جانب التكوين والتدريب في مجال العمل الخيري. نعم، حتى لا تتهمني بأنني دخلت في التعاطف وواجب علي أن أتعاطف مع الجمعية في الجانب الإيجابي، ولكن الجانب السلبي ربما ذكرته أختنا الفاضلة الدكتورة صباح، تكلمت عن التنسيق أو ثقافة التشبيك ما بين الجمعيات بالنسبة للجمعيات التي تعمل مع بعضها البعض. أما داخل الجمعية الواحدة فلا بد من التكوين. أقول أن بالنقائص جمعياتنا والأزمات التي تقع، وحتى ما تقوله بعض عناوين الجرائد أحيانا، جمعية تفلس، جمعية تسيء، جمعية تقع في مخالفات أخلاقية تقع، فبالتالي نقول هذه السلبيات. أولا هناك غياب الرؤية، فيه جمعيات ليست عندها جمعية من الأهداف، كل واحد أعطيها أنت هدف أنت هدف. الجمعية ينبغي أن تكون لها رؤية ثم يجسدها من يتولى يتابع هذه الرؤية، المتابعة البعدية والرؤية القبلية. فاقد للرؤية لا يمكنه أن يصل إلى شيء. وش حاب توصل؟ حاب نجمع المساعدة وانتهى. فبالتالي يصبح إذا جاءت المساعدة كثير يبدأ يمين وشمال، إذا تقلصت يغلق الأبواب. هذه رقم واحد. رقم اثنين أنه التكوين، لا بد من التكوين والتدريب. كل الناس الذي أتت إلى الجمعية تأتي حبا في الخير، ولكن الكيف يستحيل توجد واحد في الألف اللي عارف الكيف ربما، وحتى إذا كان يعرفه ثقافة نظرية، لكن الميدان يحتاج. الشيء الثالث، لابد من برنامج تربوي فيه الجانب الروحي والجانب الفقهي. مثلا أنا أقول على سبيل المثال معتمد برنامج مرة في 15 يوم المقيم على الجمعية يلتقون في جلسة ناقشون في أهم الأشياء أساسيات، لأنك أنت ناس يجيبوا صداقاتهم، تعرف كيف الصدقة، ما تروحش لأي شيء آخر. كاين الجانب اللي ينفق في الثقافة ما ينفقش في التربوي. كاين واحد يقول لك أنا حاب نساعد دعم في الجانب الروحي، ما نشعر الناس حابين يروحوا العمرة، ناس حابين يروحوا كذا، ناس العجز، فتحترم وتحاول كيف فيما يجتهد فيه تتصرف فيه
وفيما لا يتصرف ينبغي أن تكون أمينا وصاحب مصداقية. ومصداقيتنا هنا ضابطها ليس القانون فقط، ضابطها ليس كلام الناس فقط، وضابطها أي ضابط شرعي التي حاجة مأبوب لا تجوزها. أعود إلى باختصار لو سمحت، يعني بالنسبة للنقطة التي ذكرتها ما ينبغي في الجانب التكوين، هذا متفقين فيه، جانب تكوين تربوي بالنسبة للجمعية الخيرية لأن تتولى جانب فيه القانون والأخر، فيه جانب تكويني وتدريبي، تدريب ممارسة ضربة، لا بد من خرجات، لا بد من متابعة، لا بد من تسويق. فيه أناس يحجبهم الحياة، يحب يعمل العمل الخيري ولكن يحجب الحياة ليواجههم، ونحن نعرف أن العمل لا بد من المواجهة والوجه، وليس الرسائل المجهولة عبر الفيسبوك أو غيرها تدخل من خلاله. حتى من يعطيك عن جهل وهو لا يعرفك فهذا أيضا يحتاج إلى 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 تكوين. أيضا فيه قضية المرونة، كثير من الناس يعمل في الجمعية لا يفقه المرونة، يتصور عنده حرة يندفع بها، أراد أن يحقق مشروع حق في يومين، فحينما يفقه الناس ويستعينون بأكاديميين ومتخصصين وغيرها من أجل أن نعرف أنه في الجمعية يستحيل أن تنفذ كل حين ما تريده أنت. فحينما تعترف بأنك تعمل مع مجموعة أحيانا تتخلى عن 50% من طموحاتك وأحيانا تجد يوافقونك، فهذه هي المرونة التي ينبغي أن نعتمد عليها بالنسبة في التكوين. قضية التوظيف، قضية التوظيف يعني هذه قضية حضارية أخي، لا بد أن يكون العمل المؤسسي من شروط أن يكون، لماذا؟ لأن فيه حدود معينة، فيه المداومة، فيه مثلا المتابعة، فيه مثلا المحاسبة، هذه القضية بمقدار كبر الجمعية يكون نسبة التوظيف بطبيعة لا تعتمد على متطوعين عدد مفتوح، ولكن الموظفين فقط، أن الموظف في العمل الجماعي له خصوصية، خصوصيته لابد أن يكون واعي ببعض الثقافة الخيرية والتربوية، لأنه موظف ليس كموظف في 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 مؤسسة أخرى، لأن هذه مؤسسات بنح للناس يحترم مشاعرهم يحافظ على المصداقية إلى آخره. الشيء الثاني لابد أن يكون ويدرب هؤلاء على أنه بمقدار اجتهاده وإخلاصه وتفاني في العمل هذا هو تطوعه، وليس عيبا أن يكون يتقاضى وظيفة، بل في بعض الدول المرتبات تعطيهم الدولة ولا تعتبر أنها شغلت، لأن هذا القطاع هم اعتبار كأنه شركة واحد عمل الناس مسوقين لصالح البلد، فهؤلاء ماذا تعطيهم؟ قليل عليهم لأنهم يعيدون بالعائد فيكون موظفين. أنا أقترح أيضا في نقطة، أنه في بالنسبة في الضمان الاجتماعي الذين ينخرطون في العمل الخيري ويثبتون بأنهم موظفين من قبل المؤسسات، الجمعيات كثير عليها، أنا مثلا عندي 10,000 متطوع عبر الوطن مثلا في جمعيتي، عندي على الأقل 20 موظف يعني في المراكز الأساسية، فهؤلاء ينبغي أن الضمان الاجتماعي يتكفل بهم حتى كتشجيع كدعم، لا تجعلني أنا أدفع للدولة لا تحتاجني، لأن هذا العمل ليس ربحي، هذا عمل خاص خيري. أيضا نود أن تكون فيه اتفاقيات مع مؤسسات ذات نفع، مؤسسات الجامعية، وأنا الدكتوراه على الهواء يعني إذا كانت جامعة بوزرعة تعقد اتفاقيات ونقيم ملتقيات تثقيفية للعمل خير للمجتمع أنا مستعد، لأنه بصراحة سابقا بعض الأساتذة كانوا يلتزمون بالشهادات فقط، فإذا كان نقوم بمبادرات، أنا عملت مع تلمسان مع وهران ومع عنابة وكان عمل جيد، حتى نسرع الأمر لأنه أعرف الوزارة لازلت تحرك ولكن لا تمانع، فنحن نحاول أن نبادر. أيضا فيه قطاعات أخرى مثلا الصحة، تسهيلات، بعض الجمعيات تقوم على عمل من الجنوب من الأقصى، تتكفل بالنقل، تتكفل بالإيواء المرافقين وتسهل، فتكون لها تسهيلات، وهذه التجربة قام بها أناس لكن جهود أفراد، طبيب فلاني أو أستاذ فلاني عن معهد الجمعيات، لكن يا حبذا لو تقنن فتكون ما كان عن طريق جمعيات مثلا لمناطق معينة تعطى لهم الأولية، تخفف عليهم الإجراءات، لأنه الحمد لله الصحة مجانية، ولكن حينما تكون كل الأفراد نعرف أنه يعني القطاعات الصحية عليها ضغط كثير، لا تعرف المضطر من غير المضطر، من له أولوية من كان ينبغي أن يجاهه، فحينما تكون عقود تسهل الجمعيات تشعر أصحابها يشعرون بأنهم ينجزون، والمؤسسات الرسمية تقدم مسؤولية اجتماعية أيضا جيدة، وبذلك أكون قد لا أبرئ يعني ساحة الجمعيات بأن فيه تقصير فيه ثغرات، ونحن نتمنى من الذين في الجمعيات في كل الجمعيات نتمنى أن نقلل من الأخطاء، لأن أي خطأ يرتكب في الجمعيات فإنه تقليص يؤثر سلبا ويقلص من مساحة العمل الخيري، ونحن نود أن تكون اليد العليا، يد العليا الخير للخير دائما بيضاء إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. فقط في نفس إطار التدريب والتأهيل،
نقول هنا انه في اطار جمعيه قوافل الخير انشات اكاديميه العمل الخيري. هذه الاكاديميه اللي يشرف عليها البروفيسور فارس مستور، وهذه الاكاديميه تعمل وفق برنامج، وفعلا بدات العمل تاعها وسطرت البرامج تاعها وبدات في ادائها من خلال مثلا التدريب والتاهيل والقاء محاضرات في التنميه البشريه، في شحن الهمم للمتطوعين، في تعليم ثقافه التطوع العمل الخيري، ما على المتطوع وما عليه من واجبات. هذا البرنامج ليس فقط المتطوعين، أقول حتى للقادة العمل الخيري، فقادة العمل الخيري من أعضاء المكتب ومن الأعضاء المؤسسين الجمعية يحتاجون إلى هذه المؤهلات. نعم. وهذا التدريب والتأهيل. ومن هذا من بين النشاطات، أعيد أن أجيب على السؤال اللي طرحته من قبل، نشاطات الجمعيات الخيرية. فجمعية قوافل الخير مثلا تقوم بعدة نشاطات وبعدة مشاريع، من بينها المشروع حفر الأبار أو وقف الأبار، وكذلك وقف الحيوان، ومشاريع عديدة أخرى تسعى من خلاله للرعاية وكفالة اليتيم وتوعيتهم عن المخاطر، من بينها الأرملة المنتجة والتلميذ المتميز وكذلك الأرملة المثالية. هذه كل هذه المشاريع تحت تسطر وتبرمج في بداية السنة، وتعمل لجان برؤسائها وبأعضائها المتطوعين والأساتذة المتخصصين على تنفيذها على أرض الواقع. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. حديثنا عن، سأعود إليكم دكتورة، حديثنا عن هذه التجارب المهمة يقودنا بالضرورة أيضا الحديث عن مجال الإعلامي ومجال الترويج لمثل هذه الأعمال، إضافة إلى مجال أيضا التدريب والتكوين ونقل هذه الخبرة إلى مناطق أخرى. أستاذ عيسى بالخضر ما شاء الله خبرة، والأستاذ أيضا، وكل من هو في هذا السبيل يسير أكيد لديه خبرة تجربة. هل تنقل هذه التجارب إلى مناطق أخرى كدورات تكوينية كملتقيات هكذا بين الجمعيات إلى غير ذلك؟ هذا ما نريده أن يكون في الواقع أيضا، حتى لا تقتصر مثل هذه التجارب الناجحة على مناطق معينة. دكتورة، نتحدث عن نقطة مهمة جدا. اليوم الجمعيات أو بعض الجمعيات تقتصر مداخلها فقط على ما ينفقه الأغنياء أو رجال الأعمال أو ما ينفقه بعض الناس أو مداخل هكذا فقط، ولا تفكير هنالك في قضية يعني الاستثمار في الخير، استثمار في بعض الأوقاف إلى غير ذلك. كيف يمكن أن نطور من حال الجمعيات في مجال الاستثمار؟ نعم، يعني أسئلتك كلها جيدة في الحقيقة، لأنها هي من انشغالاتنا كثيرا، وآن الأوان أن نعطي لها حلولا أو نعطي لها بعض الآليات العملية التي يمكن أن ترقى يعني المجتمع بالجمعيات. لأنه دائما كنقولوا المجتمع المدني فيه عدة عناصر من بينهم الجمعيات، لأنه باش ما يكونش خطأ للناس اللي يقولوا الجمعيات هي المجتمع المدني. فهذه من جهة، هذه من ناحية يعني المعرفية. لكي يكون هناك استثمار علينا أن نكون هناك، أن نكون أولا ضبط استراتيجية مبنية علمية مبنية على الواقع، دراسة الواقع وما نريده أو المأمول ما نريده، وفي نفس الوقت ما نستشرفه أيضا. نعم. لأنه كاين الاستراتيجية القريبة المدى والبعيدة المدى، فنحن يجب أن نعمل على الاستراتيجيتين. كاين هناك استراتيجيات ضرورية يعني قريبة المدى، وهناك استراتيجيات بعيدة المدى اللي هي تدخل في مجال الوقاية، والوقاية خير من العلاج. الشيء الثاني، علاش نقول الوقاية؟ الوقاية تحمل معاني كثيرة. الوقاية من الممارسات الخاطئة لبعض الجمعيات، الوقاية أيضا النشاط نتاعها في الواقع كيف يكون، كيف تستطيع أن تكون لها تدريبات تكوينية. وهنا أشكر الأستاذة على طبعا نبهت إلى التدريب، ولكن أنا فيه نوعا ما من التحفظ، لأنه التدريب إذا لم يكن مبني على بحثا علميا فلا يعطي يعني استراتيجية بعيدة المدى. فهناك تدريبات، صحيح أنه مع كل احتراماتي لمن يقومون بهذا المجال، مجال التنمية البشرية، لأنه هنا يعني خطط تدريبية مبنية على بعض الأمور الآنية، ولكن عندما
تكون هناك خططا بحثية في المجال البحث العلمي، تكون هناك تدريبات من نوع آخر أعمق. بمعنى ممكن هنا صعب للفهم، لكن بمعنى أنه مثلا باش نقرب لكم الصورة، التدريبات التي نعلمها مثلا في المجال الأكاديمي والمهني، لأن هناك الآن وزارة التعليم العالي عملت تخصص مهني لبعض في العلوم الاجتماعية، وهي أول مرة ومشكورة على ذلك، لأنها يعني رأت فاعلية بعض التخصصات في المجال العملي. فهذه التدريبات مثلا جمعية تريد تكوين وتريد تدريبا دورات تكوينية وتدريبية، نحن قمنا ببعض المبادرات لبعض الجمعيات مثلا في التدريب التكويني، اللي هو تقديم لهم مهارات اجتماعية مبنية على بحث علمي. يعني فيه هنا تشخيص، البحث عن الأسباب، التشخيص والنتائج والآثار. لكن احنا بعدنا أو استطعنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك، اللي هو المهارات الاجتماعية، كيف تكون في تعلم بصفة عامة لمختلف الفئات الاجتماعية بما فيها الجمعيات. فماذا معلمنا؟ علمناهم مثلا هما يهتموا بالمرأة، العنف ضد عنف الرجل ضد المرأة. ففيه تدريبات ولكنها بقت محدودة حتى يعني من منظمات دولية، لكن نحن أعلم بما يوجد في مجتمعنا وقدمنا مهارات جديدة عملية. كيف يستطيع مش فقط الركز على المرأة ولكن الركز أيضا على الرجل، لأن العلاقة هنا فيه تساوي وفيه تكامل في نفس الوقت. فالعنف ضد المرأة علمناهم كيف تستطيع المرأة حماية نفسها، وعلمناهم أيضا كيف تستطيع المحافظة على أسرتها. الطلاق الآن فيه نسبة عالية، وذكر الأخ الكريم يعني في الإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين صحيح أنه يقوموا من الجمعيات ومشكورين ونثمن أعمالهم، لكن ما هي المهارات الاجتماعية التي نقدمها للزوجين كي يستمروا في ذلك؟ لأنه هذا هو الأشياء المهمة. إذن لكي يكون الأسرة، المجتمع، عفوا الجمعيات يعني تقدم وتكون نستثمر في هذه الجمعيات، والدولة تستثمر أيضا في هذه الجمعيات، عليها أن تكون ليست فقط يعني الخدمات التي تقدمها ليست فقط خدمات استهلاكية، ولكن أن تكون منتجة. والمثال علمه لا تعطيه السمكة ولكنه علمه كيف يصطاد. إذن هنا تدريبات أيضا تكوينية، دورات تكوينية للجمعيات من قبل وزارة التعليم العالي من مختلف التخصصات القريبة من هذه الجمعيات. وهنا يعني نستطيع أن ننقل نقلة نوعية ونرسخ المواطنة الصحيحة والسليمة، أن هناك يعني حقوق وواجبات وآفاق أيضا تنموية استثمارية. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، أفكار قيمة ومهمة جدا، دائما في سبيل تطوير العمل الجمعوي. أختم معكم أستاذ حراوي، بقية دقيقتين أو ثلاثة فقط، نتحدث عن العمل الخيري ومن يساهمون في العمل الخيري، ولكن دائما أن يكون هذا العمل الخيري ضمن يعني منهج شرعي سليم وصحيح، دائما تأكيدا حتى نحافظ على دور هذه الجمعيات، خاصة ما يتعلق بالمادة أو ما يتعلق بصرف الأموال بالحفاظ عليها إلى غير ذلك. طبعا نحن مسلمون بالفطرة، فنحن في بلد مسلم نعرف قيمة المال وخطورته، وأنه مقصد من مقاصد التشريع الكبرى التي ينبني عليه الإسلام، فحفظ المال ومن مقاصد التشريع. ولذلك احنا الإسلام في حد ذاته ندبنا لأن نعطي. يعني زكاة الفطر وش معناها؟ من فضل عن قوت يومه شيئا ينبغي أن يعطي. وأنا يعجبني في موارد الجمعيات، يعني مادة قانونية، أنه أول مورد من موارد الجمعيات هي التبرعات الذين يشكلون هذه الجمعية. يعني الذي جاء للجمعية
جاء بثقافة المسلم الذي ترتفع يده لتعطي لا ليأخذ. ولذلك هذا المنطق وهذا المنطلق هو منطلق شرعي. ونتذكر هنا وإحنا في هذا البلاطو نتذكر شيخ الإسلام في الجزائر شيخ ابن باديس رحمه الله كيف دفع ضريبة العمل الجمعوي. يعني من القصص أنه مشى الجنرال من جنرالات فرنسا يريد أن يسأله شيئا لجمعية علماء المسلمين فأكرمكم الله نفث في وجهه فقال هذا لي وماذا للجمعية. قال تعجبت في أمر الرجل يبحث عن الجمعية ولو دفع ضريبة مقابل ذلك. ولذلك العمل الخيري له ضريبته. وهنا أي إنسان ينتمي الجمعية ينبغي أن يكون في حسبانه بأنه سيقدم ضريبة العمل الخيري. وللضريبة قد تتعلق بعرضه قد يتهم قد تتعلق بنشاطه بعمله. ولكن في البداية منطلقه هو أن يرضي الله عز وجل أن يتقي الله فيما استؤمن عليه أن هذه أمانة استؤمن عليها فلا ينبغي أن يؤدي الأمانة كما أمر. هذا المنطلقات الشرعية هي الضابط. لذلك لأنه من خان في مهمته أو في عمله عمل جمعوي أو غير عمل جمعوي سيحمل هذه الأمانة يوم القيامة وتحمل على ظهره أو في أسته وتبين للناس كلما ارتقى بها من قاع جهنم إلا وسقطت. وهكذا حاله إلى يوم القيامة. وفي الحديث النبوي الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال يسأل لا يزال يسأل عن ماله. كلمة لا يزال فيها استمرارية عن هذه الأموال خصوصا وهذه ثقافة خلاف ما عليه كثير للأسف ثقافة المال العام. المال العام أخطر وأصعب وأعظم. فلذلك هذا هو المنطلق وهذا الضامن. فنحن مسلمون الوازع الديني والذي يضبطنا. ولذلك كلمة أختم بها كلمة أعجبتني الشيخ الغزالي رحمه الله يقول بأنه القاضي النزيه اللي عنده خلفية إسلامية ينبغي أن يكمل نقص القانون. أما القاضي الذي فاته الوازع الشرعي يميل بالنصوص ميلا. وهكذا في كل عمل. فالوازع الديني هو الضابط في ذلك كله. نعم شكرا جزيلا لكم دكتور سحراء وغريب على كل ما أفتمونا به في هذه السهرة. شكرا جزيلا لكم أستاذنا الفاضل أستاذ عيسى بن الأخضر على أن نقلتم إلينا هذه التجربة التي هي يعني عصارة لسنوات كثيرة جدا من الجد والعطاء في مجال الخير. نسأل الله لكم التوفيق مستقبلا بإذن الله. وهدفنا في هذه السهرة أن نطور أو أن نساهم في تطوير هذا العمل الخيري الذي ممكن تحدثنا في بداية هذه الحلقة بأن الخير في قلوب الجزائريين متأصل. شكرا جزيلا لكم بروفيسور صباح عياشي. شكرا جزيلا لكم أيضا دكتور صباح مريوة على كل ما أفدتمونا به في هذه السهرة. والشكر موصول من خلالكم إلى كل الجمعيات الخيرية التي تعمل في مخلصة في سبيل تطوير هذا المجتمع وفي سبيل خدمته أيضا. لا زال الحديث عن الخير متواصل في قناة القرآن الكريم كيف لا. وقناة القرآن هي قناة الخير. ولا زال برنامجنا متواصل معكم مشاهدينا الأعزاء. اليد العليا خير. ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة وموضوع جديد الأسبوع المقبل بحول الله تبارك وتعالى. أشكر دائما كل الفرقة التقنية التي ساهمت في إنجاح هذا البرنامج أجدي أربعة. أشكر كل من الفريق العمل الذي أعد معي هذا البرنامج الزملاء حمزة ندير إبراهيم بوضياف. وأشكر أيضا جهود الزميل سفيان ديب والمخرج كريم عزوز. كما لا ننسى أن نشكر أيضا المشرف العام حاج محمد عوادي. ألقاكم بخير بإذن الله تعالى إلى الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.